كان كاتب كتابه حاجز فرحه يوم 24/9، يعني بعد الاستشهاد ب40 يوم بالظبط. كنت بفرش له شقته، واخوه جاني ومن غير ما يقول لي، انا كنت حاسه ان هو استشهد يعني. على طول اللي قلت لاخوه، اخوك استشهد، قال لي حضرتك انا في الساعه 8:24 دقيقه بالظبط مساء حسيت بوجع جامد جدا، دخلوا مكان دخول وخروج الرصاص عند الاسم، وسمعت حد في وداني اليمين قال لي بس الميت. ولقيت اخوه الصغير قدامي ومن غير ما يقول لي اي حاجه، قلت له اخوك استشهد يعني مات؟ قال لي ايوه بس مستشهد والحمد لله. هو كان اجازه في 5 رمضان وسافر رابع يوم العيد. في يوم رابع يوم العيد كان يوم الاحد، كان عنده ميعاد العربيه بتاعته الساعه 10:30، فروحت معاه السوبر جيت. وهو ماشي في الطريق قال لي يا ماما المره دي انا رايح شهيد مش راجع تاني. فبقول له يعني خلي بالك من نفسك، ده انت عريس فرح الشهر الجاي يعني باسم. قال لي لا والله ماما مش هتجوز، انا المره دي رايح شهيد وانت هتبقى ام الشهيد. فانا قلت له انا مش عايزه ابقى ام الشهيد، انا عايزه ابقى ام العريس. فقال لي والله ماما هتبقى ام العريس، والله ماما هتبقى ام الشهيد. وصلت السوبر جيت في العباسية، وهو نازل من العربية دخل السوبر جيت، شفت باسم وهو طاير من على الأرض، رجليه ما كانتش لامسة الأرض وهو ماشي. فأنا بقول لنفسي باسم مش لامس الأرض وهو ماشي كده ازاي؟ فوصل عند أصحابه وركب ومشي. ده كان يوم الأحد. يوم الثلاث كلمته فجر الاربع بالليل، يوم الثلاث بالليل، وحسيت بصوته كده يعني غريب شويه. فبقول له بس يعني صوتك غريب يعني فيك حاجه؟ قال لي لا انا بقرا قران وعايزه اخلص الجزء الثاني، وانت يا ماما معطلاني ما تتصليش تاني. فكلمت عروسته فبقول لها يعني بس ان في حاجة، ابني صوته فصل من على وش الدنيا. ليه انا قلت كده مش عارفة. وبعدها يوم الاربعاء الساعة 8:20 دقيقة بالظبط استشهد بقناصة من امام قسم تالت العريش، اعلى كان اعلى مبنى مدرسة، القناصة ضربته في قلبه وخرجت من الرئة والحمد لله وقع في الحال استشهد. باسم كان عايز اقول لحضرتك ان هو كان الحاجة الحلوة في البيت، كان ولد بر جدا بمامته وباباه وباخواته، كان جميل كده في طبعه ومؤدب ومحترم وروحه كده كانت بتبقى ماليه البيت كله. فاخر ايام باسم عاشها معانا كان 5 رمضان لغايه رابع يوم العيد، دي اخر ايام باسم عاشها كان يعني موجود معانا فيها. بعدها سافر واستشهد. في رمضان ده بالذات كان كل يوم في قصة لباسم، كل يوم الله أعلم هو كان حاسس بالاستشهاد، فكان بيوصيني على حاجات كتير جدا في رمضان، ويقسم إن هو هيستشهد، ويقسم إن هو مش هيتجوز، والحمد لله ما ظنش إن في فرحة تانية تخش في قلوبنا في أيام رمضان أول. هو طبعا ايام رمضان كلها ايام يعني جميله وفيها روحانيات جميله، بس بعد استشهاد باسم بقى الموضوع صعب شويه. والحمد لله كل سنه وانت طيب. كنت بتدعي ربنا ان انت تموت شهيد، ربنا استجاب. حقق لك أمنيك. والحمد لله باسم انت في مكان كويس. وانا بقول لك ان ربنا اصطفاك من الدنيا كلها حبيبي. كل سنة وانت طيب. دي كلمة لكل الشهداء، انتوا في الجنة.
فضل دمائكم افتخرت بروة الأرض مصر، كل حاجة بقت في مصر جميلة بفضلكم وبفضل وقفتكم ووجودكم في الدولة وفي وسط الناس الإرهابية، بفضلكم البلد في تقدم وازدهار كل يوم عن التاني. كل يوم لما بشوف حاجة جديدة بتتعمل في البلد بقول ده دم ولادنا، وانتوا سبب من الأسباب المهمة جدا في إصلاح البلد وتقدمه. الشكر لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بكل أسر الشهداء وبالأخص الأم اللي أنجبت، ويقسم إن هو مش هيتجوز، والحمد لله ما ظنش إن في فرحة تانية تخش في قلوبنا في أيام رمضان أولها. هو طبعا أيام رمضان كلها أيام يعني جميلة وليها روحانيات جميلة، بس بعد استشهاد باسم بقى الموضوع صعب شوية. والحمد لله كل سنة وأنت طيب. كنت بتدعي يا ربنا إن أنت تموت شهيد، ربنا استجاب. والحمد لله باسم انت في مكان كويس، وانا بقول لك ان ربنا اصطفاك من الدنيا كلها حبيبي. كل سنه وانت طيب. دي كلمه لكل الشهداء، انتوا في الجنه بفضل دمائكم افتخرت بروة الأرض مصر، كل حاجة بقت في مصر جميلة بفضلكم وبفضل وقفتكم ووجودكم في الدولة وفي وسط الناس الإرهابية، بفضلكم البلد في تقدم وازدهار كل يوم عن التاني. كل يوم لما بشوف حاجة جديدة بتتعمل في البلد بقول ده دم ولادنا، وانتوا سبب من الأسباب المهمة جدا في إصلاح البلد وتقدمه. الشكر لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بكل أسر الشهداء وبالأخص الأم اللي أنجبت.